يقول السائل: بجوار منزلي مسجد، هل يجوز لي ان اصلي مع الامام وانا اسمع الخطبة في يوم الجمعة من منزلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجوز تصلي مع الامام وانت خارج المسجد، لا بد ان تدخل في المسجد تصلي مع الناس، تكون في الصفوف. فهذا أولا فيه انعزال عن الصفوف، وثانيا فيه أنك قد تصلي وحدك حذا ليس معك أحد. نعم، ولا يجوز هذا. نعم.